أخويا الغالي، يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، الحياة كلها دقائق وثواني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير من قول الشاعر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول الله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا الله، هذه الدنيا بلحظات. بالله عليك أخوي، أبسألك سؤال، تكفى فكر وافتح عقلك عدل، هل فكرت في التوبة والهداية والرجوع إلى الواحد الأحد؟ بالله، وأنا أخوك، لو يجيك الآن ملك الموت، هل أعمالك تبيض وجهك عند الله جل وعلا، أم أنها تسود وجهك؟ أنت أدرى بنفسك وأدرى بقلبك. أسألك بالله، ما فقدت محبوب أو فقدت أب أو فقدت أم؟ هم الآن وين؟ هم الآن في المقبرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكن أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورهم نورا وضياء، وأن يغفر لهم ما يرحمهم. أخوي الغالي، اليوم نبكي فلان وفلان ونودع فلان وفلان، بكرة بيجي يوم من الأيام يفقدوني ويفقدونك، فتكفى وأنا أخوك، جدد علاقتك مع الله وتوب إلى ربك، فالله يقبل توبة التائب مهما فعل من الذنوب. أصدق ما